سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ. سلام، أنا اسمي شهد وعمري 14 سنة، واليوم راح أحكي لكم قصتي. بالمتوسط أنا ما كان عندي أي صديقات، يعني في الصف أول متوسط ما كان عندي صديقات، كنت وحيدة دائما. وقتها كان يعني ما كان عندنا فسحة وما ننزل تحت مدرسة، لأن نظام المدرسة قالوا إنه ممنوع الفسحة ومن هالكلام، فما كان عندنا فسحة. فأنا ما كنت أهتم بهذا الشيء إنه عندي صديقة ولا لا، يعني كنت في الفصل يعني أدرس وأرجع البيت وخلاص. بس في الصف الثاني صار في فسحة وصار في فعاليات، يعني في المدرسة يسوون أنشطة وزي كذا، يعني أنشطة يحتاج صديقات زي كذا. فأنا ما كان عندي ولا صديقة حرفيا، أنا كنت انطوائية مرة، ما أحب أتعرف على الناس وما أقدر يعني أتعرف على الناس أو يعني أفتح سالفة من هالكلام يعني. فمع الأيام أنا يعني استوعبت إنه أنا مرة منبوذة في المدرسة، يعني وقت الفسحة كنت أطلع لحالي وما كان عندي أي صديقة. أحيانا أروح الحمام أقعد عشان بس ما أطلع، لأنه إنك تقعد بالفصل ممنوع. أي في الفسحة كل الطالبات لازم ينزلون تحت اللي هو في الساحة الخارجية أو الداخلية. فأنا ما كنت أمشي لحالي، كنت يعني أحس إنه فشلة إني أمشي لحالي كذا ما عندي صديقات ولا شيء، والناس يطالعون فيني ويحزنون زي كذا أنا كنت أحس. فكنت يا إني أشغل حالي إني أسوي نفسي عندي مذاكرة وأقعد كذا وأسوي نفسي أكتب كتاب مع إني ما عندي شيء، أو إني أجيب كتاب أقرأ أو يعني أو. فمرة مليت من هذا الوضع إني ما عندي صديقات. بالفصل عندي كان في شلة بنات، فكانوا هذه البنات مرة ما يهتموا للدراسة، أهم شيء سوالفهم، ويعني يحبوا إنهم يسولفوا ويطلعوا طلعات زي كذا، يعني هم جايين المدرسة بس عشان يسولفوا وينتظروا الفسحة بس. وأنا مرة كنت أتمنى إني أصير معاهم نصير صديقات. فكان في واحدة من الشلة اسمها رنيم، كانت كل ما يكون عندنا اختبار أو مشروع مهم أو واجب كانت تجيني أنا، لأنه أنا كنت مرة ما شاء الله دافورة في الدراسة، فكانت تجيني أنا وكانت تسولف معاي شوي بعدين تطلب مني الواجب أو في الاختبار تقول تكفين غششيني ومن هالكلام. فأنا قلت يعني مع الأيام كانت تسولف معاي، يعني هي واضح إن هي مصلحة، بس أنا كنت أدري هذا الشيء، بس كنت عادي أقول أهم شيء إنه في أحد يسولف معاي. فأنا وقت كانت تسولف معايا كنت أقول لها عادي أصير معاكم، يعني أصير صديقتكم وأطلع معاكم في الفسحة وزي كذا. فهي كان وجهها إنها واضح إنها مترددة، بس قالت يعني سلكت لي وقالت أيوة مو مشكلة عادي نشوف. بعدين قامت مني على طول وراحت تتكلم مع صديقاتها وكي يطالعوني ويتكلمون بصوت واطي، يعني واضح إنهم كانوا يتكلمون فيني. في اليوم الثاني وقت الفسحة رن الجرس وكانوا بينزلون، وأنا قلت لهم يلا ننزل يا بنات. فهم نظروني كذا نظرات وتناظروا بعض وضحكوا ضحكة، يعني واضح انهم ضحكوا بس يعني بصوت خفيف. فقالوا يلا تعالي ايش نسوي. فانا رحت معاهم مع اني ادري انهم مغصوبين فيني، بس قلت يمكن راح يحبوني مع الوقت. فكانوا يتمشون وانا كنت اتمشى معاهم، يعني هم كانوا يمشوا بسرعة وانا وراهم قاعد اجري، واضح انهم ما يبغوني اصلا، مو معبريني يعني وجودي زي عدمي. فكل ما يسولف يعني كل ما يسولف شيء فانا احاول اني اعلق على السالفة او شيء، فكانوا ما يهتموا، كانوا يقطعوني او كانوا يشوفوني بطريقة انه خير تتكلمي يعني بهذا الاسلوب. انا قلت عادي يعني مع الايام راح يحبوني. فانا استمرت معاهم كذا يعني الاسابيع، الا في يوم من الايام نحن عندنا في الفسحة كان المقصف اللي هو نشتري منه الاكل مرة زحمة، يعني توقف من أول فسحة لنهاية الفسحة. طبعا الفسحة عندنا 45 دقيقة، فتقعد لين نهاية الفسحة توقف في الطابور من كثر الزحمة. فإحنا كنا قاعدين، فكان البنات أصلا ما يشتروا من المقصف لأنه زحمة، ما كان لهم خلق إن الفسحة يتخلص وهم يقفوا في طابور. فإيش سووا؟ كانوا قاعدين كذا قاعدين بالأرض في الفسحة، فقالوا يلا يا شهد روح اشتري لنا اليوم دورك. قلت لهم كيف يعني روح اشتري من مقصف من جدكم؟ فقالوا ايوه عادي كل يوم واحدة تشتري مننا ترى. فأنا أدري إنه ولا أحد بحياتهم اشتروا، يا إنهم يشترون من البقالة يا يجيبون من البيت، ما حد كان يشتري. فأنا قلت مو مشكلة. فرحت قعدت يمكن لين الفسحة انتهت ورحت جبت كل طلباتهم. فبعد ما جبت لهم قالوا خلاص كليها انتي بعد ايش. انا من هنا مره انقهرت، مره قهروني، يعني المشكله انه كان الفطور كله بحسابي، انا حسبت انه بعد ما اشتري يعطوني الحساب، بس ايش كله انا اللي دفعته. فقلت مو مشكله عوافي. فاليوم الثاني صاروا يسووا فيني هذا الحركه، وانا خلاص يعني قلت لهم بنات خلاص يعني مو كل يوم انا اشتري لكم من الكلام.
فهم قالوا طيب خلاص ليش تعصبي، مع اني انا ما عصبت يعني، قلت كل واحدة تسوي بالدور. فكانوا يعني مرة مستحيليني، يعني طالعوني بطريقة انه يا تسمع الكلام يا تطلع من الشلة. فانا يعني مع الايام حسيت اني انا ليش اسوي كده بنفسي، يعني احسن اكون بلا صديقات ولا اكون معاهم. فانا مع الايام صرت اسحب منهم شوي شوي، فكنت اقول يمكن انتبهوا لي او يمكن لا. فمع الايام يعني في يوم طلعوا في الفسحة وكانوا يتمشوا، يعني رن الجرس وطلعوا من الفسحة وانا حسيتهم ينادوني بس ما نادوني ولا همهم ولا شافوني حتى. فنزلوا تحت ومشوا الساحة، انا قلت خليني انزل تحت واتمشى في الساحة على الاقل مع نفسهم. اول ما نزلت في الساحة شافتني رنين من بعيد، اللي هي اللي كانت تكلمني عن الواجبات، شافتني ونادتني قالت شاهد تعالي. فانا رحت عندهم وقالت ايش فيك ما طلعتي معانا، فانا يعني فرحت انهم حسوا انه انا غايبة. قلت لهم كان عندي واجب ما كملته، فقالوا طيب روح اشترينا بالله، قالوا لي زي كده تخيل. قلت لهم والله انا مشغولة وعندي مشروع لازم اسلمه في إدارة. فهم قالوا طيب خلاص احنا حنلحقك. المهم اني طلعت الفصل وكذا، فهم جاوا. المشروع كان المعلمة قالت كل جروب تسوي المشروع، فانا كنت معاهم في الجروب لانه هم قالوا انه احنا نبي شاهد معانا، وانا فرحت مدري ايش. فلما جاء وقت التقسيم فقالوا بالله يا شاهد انت سوي كل شيء، احنا والله ما لنا خيل ومن ايه من هالكلام. وانا وقتها يعني هذا مو اول مره ترى يسووا في ذي الحركه، يعني انا اكثر من مره سويت المشروع كامل لوحدي، مشروع يعني مو سهل، يعني ادور معلومات واروح اطبع من هنا وكذا، انا كله سويته لحالي. وهالمره كان المشروع يعني مره يعني مشروع يعني مو التخرج، مشروع نهايه الترم. فكان يعني انه نتكلم عن التخرج وصف توالد، نحن كنا ثاني. فالمهم قلت لهم انه والله ما راح اسوي كذا، يعني ما راح اسوي مشروع حالي وما اقدر، لازم تساعدوني فيه. من هذاك اليوم سوي المشروع معايا غصبا عنهم، وما باقي شيء للترم، يعني ما باقي شيء. ورحت ثالث متوسط وما ادري كيف راح اتحملهم في يعني في السنه الاخيره، في السنه الاخيره، لانه احنا في من اولى متوسط لثالث متوسط يكون نفس الطالبات مع بعض. فانا ما ادري كيف اتحملهم الحين في السنه الاخيره. وكمان هم صاروا يقطوا علي كلام، يعني مو يقولوا بوجهي بس، يعني واضح انهم قصدهم انه انت كنت خدامتنا تشتري لنا وتسوي مشروع بدالنا، لا تصدقي نفسك. يعني الحين يجوا يشوفوا وجهي ويقولوا لي يلا تعالي خدي معي هذا بالله، انت متعوده على هذه الاشياء كذا، يقولوا ويضحكوا. يعني كان صار كل يعني كل كلامهم كل ما يشوفوني لازم يقطوا كلمه علي او يعني يضحكوا علي يعني زي كذا. بس ما ادري والله صراحه ايش اسوي، واذا قلتوا لي انقلي من المدرسه يعني مستحيل اني اهلي يسمحوا لي اني انقل من المدرسه. وبس كان هذه قصتي. والله انا اقول لك احسن شيء عامليهم بالمثل، اذا هم يضحكوا عليك او يعني يقطوا عليك كلمه انت ردي عليهم، لا تسكتي، لا تبيني لهم انك انت ضعيفه. يعني واضح انه هذول مصلحه من البدايه، فانت كنت تحسي بانهم راح مع الايام راح يحبوك ومن هالكلام، فهذا الشيء يعني واضح من بدايتهم انه مصلحه، يبغوا بس يعني ياخذوا منك وما يعطوك شيء، يعني ياخذوا منك واجبات وكذا وما نهايه ما يعطوك صداقه كمان. فانت لا تردي عليهم او تطنشيهم ولا كانهم موجودين، يعني تتكلموا انت كانك ما تسمعيهم. واذا يعني بالغوا كلمي المعلمه او زي كذا، ما ادري والله. فالمهم يا متابعين انت قولوا لها وش تسوي اذا حد مرة زي كذا مواقف، ايش يسوي وانصحوها. وبس لو عجبكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني على الانستغرام، واذا عندكم اي قصة طويلة ارسلوها لي على الانستغرام. وبس احبكم، باي.